كل المشاهد اكتر ناس كانت تضرب والله هو الجيش. الشرطه كانت تضرب بس اللي كان بيضرب اكتر هو الجيش. انخدعنا وكانه جيش يهود. انا شايفه على صلاه الفجر قلنا من عند الحرس الجمهوري قالوا في ضرب نار. احنا هنا استقبلنا 6 جثث ميته في حالات دخل مننا في قيبوبة وارستد تحولت على المستشفيات. في حوالي 100 حالة اصابات خرطوش. في 5 أطفال ماتوا. الكلام ده من ساعة صلاة الفجر لغاية دلوقتي ولسه منتظرين حالات. حسبنا الله ونعم الوكيل. حد عارفه؟ حد يعرف اسمه؟ حد يعرف اسمه؟ انا كنت في حراسه على الاول بوابه من بره كده لقيت ناس جايه عليا من بعيد فببص ورايا عشان اجري. بصيت ورايا ورجعت بصيت تاني قدام لقيت قنبله غاز جت في وشي. نزفت دم من وشي ووقعت كده على ظهري. عقبال ما وقعت من لقيتش اي تاني. كانوا هم جم عليا ضربني بالظهر السلاح اللي معاه على رجلي وقال لي احنا هنسحقكم النهارده لازم نطهر المكان منكم. سجل مع الجيل